هو ليه النموذج الامريكي؟ لو حضراتكم شفتوا خريطه توزيع الموارد في العالم، احنا عندنا تغير مناخ، وان في دول فعلا ستنتهي وستختفي. فللاسف، ويمكن هي نعمه ونقمه في نفس الوقت، ان احنا خريطه توزيع الموارد في العالم موجوده عندنا في المنطقه. فعشان الحديث عن الاستقرار والاستدامه، وده بقى اللي بيصدروه اتباع هذا الفكر، ده محتاج ان يتم اعاده اداره الموارد الطبيعيه بشكل مختلف. وده اللي قاله سكرتير عام الامم المتحده في مجلس الامن سنه 2018. قال ان 75% من الصراعات بسبب صراعات على الموارد، وان الناس التي تمتلك هذه الموارد تفتقر الى حوكمه اداره الموارد. يعني ايه؟ يعني ما عندهمش اداره، بيجيبوا بقى عربيات فارهه، بيبيعوا البترول خام بربع ثمنه. فالحل هو التحكم المركزي في الموارد. ده اللي قالته جامعه فلوريدا في اطار يعني حاجه اسمها الولايات المتحده الابراهيميه. بس انطونيو غوتيريش قال الاداره المشتركه للمورد. الولايات المتحده الابراهيميه. ايوه. وان شرعيه اداره الولايات المتحده الابراهيميه دي، وشرعيه ان حضرتك توافق ان انا اللي اتحكم مركزيا في الموارد، هو امتلاكي للتكنولوجيا. الولايات المتحده الابراهيميه ده فكره اتحاد فيدرالي يضم كل الدول العربيه وايران برئاسه اسرائيل ثم تركيا. تركيا. ايوه. وده هيحصل ازاي؟ بعد فشل الدول القوميه واعلان موتها. الدول القوميه للدول بتاعتنا يعني. وده هيحصل ازاي؟ عن طريق اكتر من اليه. منها الارهاب. ولازم نسال نفسنا، هو احنا ليه المنطقه بتاعتنا، هو الارهاب ارهاب ديني او بيسموه واخد مسحه دينيه؟ مش مافيا زي امريكا اللاتينيه. لان يعني مركز راند كان طلع تقرير وبيتكلم ان سلوك اتباع الدين يعني يدل على جوده هذا الدين. يعني انا مسلمه هرفع السلاح، يبقى ديني الارهابي مش انا. وبداوا يتكلموا كمان ان النقطه الثانيه الصراع السني الشيعي، شايفين بيحصل في المنطقه. وايضا ثورات الربيع العربي. احنا شفنا دول راحت وما رجعتش، ودول ثانيه دلوقتي. كل ده هيخلينا ايه؟ خلخله النموذج، وبالتالي نتكلم عن فشل الدوله القوميه واعلان موتها. مركز راند ده مركز ابحاث امريكي تبع المخابرات الامريكيه، طلع يعني بالبحث بالاسلام السياسي بالاساس. وطلع تقرير في 2017 بيقول ان مستقبل المنطقه بتاعتنا ايه؟ 2027 ستنادي كل قريه بالانفصال. قريه هي فيها ايه القريه؟ ولا حاجه. 2030 سيتم اعلان اقامه اتحاد فيدرالي ابراهيمي. اللي هو ايه بقى؟ الولايات المتحده الابراهيميه. طيب وايه اللي هيخليني ان انا اقبل ان اسرائيل يعني تحكمني؟ الرابط الابراهيمي، الاسره الابراهيميه. دلوقتي يتم الان الحديث عن هويه ابراهيميه بديله عن هويه عربيه. في الحديث ان احنا كلنا اسره ابراهيميه واحده، وسيدنا ابراهيم ابو الانبياء. وبالتالي احنا ما فيش خلاف بيننا، ما فيش خلاف بقى على الارض. وبدا الكلام ده فعلا ياخد يعني اشكال كتيره قوي، وياخد مبادرات كتيره قوي علشان اقبل بالكلام ده. منها من هذه الاليات والادوات ان انا اخلق منافع للمجتمعات المحليه. هو دايما بيتكلموا هنا عن الحشد السلمي والتعبئه السلميه. عن طريق ان انا انزل اعمل زي مثلا مشروعات متناهيه الصغر. علشان يبقى حضرتك خلاص يعني يقولوا لان وقت ما نقول للتغيير والحكومه تقول لك ستوب، ما تسمعش كلام الحكومه، تسمع كلام ايه؟ تسمع كلام صاحب هذا الفكر. الكلام ده بدا يبقى فعلا موجود. بدانا نتكلم دلوقتي عن، وحضرتك شفت حتى احتدام الموقف الايراني والتصعيد اللي بيحصل ده كله، وطالبان وطالبان، واحنا بنتكلم دلوقتي مش عارفين هو مستقبل العالم ايه، وهل داعش، وحضرتك لو برضو تبص على مستقبل او اجنده مراكز الفكر العالميه بيتكلموا فتره عن ايه. وحضرتك شفت برضو الصوره الاعلاميه بيتكلموا عن طفل ما بعد داعش، اطفال داعش، يا ترى مستقبلهم ايه؟ هل هيروحوا هناك؟ دي كلها اشكاليات مختلفه. بس كل اللي بيحصل هو ماشي في اطار 2027 للاسف الشديد. نرجع تاني لموضوع الابراهيميه. لازم نبقى واخدين بالنا من حاجتين. طب هل احنا قبل ما نتكلم عن دي، هل احنا قدام دين سياسي يا دكتوره؟ للاسف يتم الحديث عن ذلك. خلينا نتكلم دلوقتي في رجال دين، كبار رجال الدين بحسن نيه، وبرده جزء منه مشاكل عندنا احنا كباحثين. بيخشوا يقعدوا في جلسات في اطار ما يسمى بالحوار الاديان اللي خد بعد كده منحى الابراهيميه، وبداوا يتكلموا هنا عن فكره تغيير مسمى الاديان من سماويه لابراهيميه.